مدعو في مرقس الصح 8:22-26 عندما جاء السيد المسيح إلى بيت صيدا قدموا عليه أعمى ليشفيه. سأله هل تبصر شيئا؟ فقال أبصر الناس كأشجار. إلى آخر ثم الشفاء. لماذا لم يشفيه من المرة الأولى؟ هو طبعا ابتدى يشفيه من المرة الأولى، وإلا ما كانش يشوف لا شجر ولا حاجة. مجرد إنه يشوف يعني ما بقاش أعمى عمى كلي. لكن المسألة بتمر بالتدريج. بتمر بالتدريج ليه؟ جايز هذا الشخص ما كانش عنده الإيمان الكامل إنه يبصر مرة واحدة، فنتيجة ضعف إيمانه ابتدى ياخدها بالتدريج. لو كان إيمانه كامل جدا كان من أول مرة. فمنجيبش السبب من ناحية السيد المسيح، السبب من جهة الشخص نفسه، لأن النعمة عايزة واحد يستجيب لها.